حيث تنطلق الشعارات في شوط القعدان المهجنات. أتقدم مباشرة مع أول المراكز المندفعة، مع أول الشعارات، أول المعاندين من أجل الانتصار، أول الطامعين والطامحين لهذا الناموس الغالي. إنه عناد 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 من يتقدم مع المركز الأول حاملا شعارك يا محمد يا بن زايد يا بن خلفان يا المنصور يا الاعصار الغربي، ياتي مع عناد في هذه اللحظات ومقدما لنا عناد مع المركز الاول. المركز الثاني ارى واتابع الوصول والتقدم من الطاير، الطاير من يحتل المركز الثاني ومركز الوصافه علي بن مبارك العامري من يقدم لنا الطاير مع المركز الثاني. المركز الثالث ومن الجانب الآخر الأسماء التي بدأت تتسلل هنالك، هنالك حطاب، حطاب من بدأ يتسلل في هذه اللحظات. عبد الله بن يزرب بن حربي بن يزرب العامري من يقدم لنا حطاب. المركز الثالث، هنالك المركز الثالث من يتسلل أيضا في هذه اللحظات. إنه المحيط بشواطئ بأعماق وبما يحتويه من إبداع وبما يحتويه من أصالة. الله يا المحيط، محمد بن زومان بن محمد المرسان الهاجري 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 من يقدم لنا المحيط في محيط من الشعارات، في محيط من السلالات المميزة والحاضرة والتي تحضر وتثبت أصالتها على أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين. المركز الرابع، رابعا هنالك، هنالك الطاير من يبحث عن استرجاع حقوقه مع المراكز المتقدمة علي بن مبارك العامري من يقدم لنا الطاير. المركز الخامس، هنالك المركز الخامس من يحمل الرقم واحد ماي هاب ماي هاب ماي هاب واللي بالناموس ماي هاب واللي بالناموس ما ياب. الله يا علي بن خلفان يا الرفيس يا الكتبي من يقدم لنا ما ياب. المركز السادس ومن الجانب الاخر هنالك شعارات بدات تقترب، هنالك مبلش محمد بن راشد بن سعد الحسن المري من ياتي مع مبلش. المركز السابع من الجانب الاخر هنالك ارى واتابع انطلاقه شاهين علي بن عامر بن سعيد المشايخي من يتقدم مع شاهين. المركز الثامن أرى ويتابع هنالك ثامن المراكز مع عز الطلب مطر بن محمد بن دحروي العامري من يقدم لنا عز الطلب. المركز التاسع هنالك، هنالك مع تاسع المراكز حشيم أحمد بن خليفة بالصايغ المزروعي أيضا. المركز العاشر ومن بدأ يتسلل في هذه اللحظات محيط آخر حمد بن سعيد بن غدير الدرعي من يتقدم مع المحيط أيضا. الوصول من الأسماء، هنالك شعار قادم، هنالك شاهين ياسر بن محمد بن عواد العطوي يأتي في هذه اللحظات مع شاهين أحد أبناء ميدان منطقة تبوك يأتي ويقدم شعاره، أحد الشعارات الذي عرف طريق النواميس والانتصارات. بمحمد يأتي مع شاهين، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة للمراكز المندفعة. ولكن أرى بعين المجردة، أرى شعارات، شعارات عرفت طريق الانتصارات، شعارات عرفت طريق النواميس، شعارات كانت حاضرة دائما وأبدا في المهرجانات الكبرى وفي أشواط الرموز، وفي أشواط الرموز شعارات قوية، شعارات مبدعة. وفي مثل هذه الجائزة، جائزة زايد الكبرى، من
لا يبحث عن هذا الانتصار؟ من لا يبحث عن هذه النقطة الثمينة والغالية والغالية التي من أجلها انطلقت الشعارات وأيضا جوائز ضخمة بالانتظار، جوائز نقدية من المركز الأول وحتى المركز العاشر. الله يا مقدمة الشوط، الله يا ميهاب، ميهاب يا علي بن خلفان يا الرفيس الكتبي، من يقدم لنا ميهاب؟ أقدم أقدم على المركز الأول، وميهاب ميهاب من هذه المواقع ومثل هذه المواقع دائما ما تكون خطيرة لأنها مواقع مستهدفة ودائما هي المرتقبة ودائما هي التي يبحث عنها جميع المشاركين، هي التي من أجلها أعد لها المضمرون. الله المركز الثاني، هنالك حطاب، حطاب حطاب يا حطاب، عبد الله بن يزرب بن حربي، العامري العامري، عماري العامري. الله، من يقدم لنا حطاب؟ من يقدم لنا شعاره مع مركز الوصاف المركز الثالث؟ انتقل لأتابع شاهين، شاهين يا الدرعي، شاهين سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي، من يقدم لنا شاهين؟ احد السلالات العريقة في ميادين السباقات، سلالة شاهين. المركز الرابع، المركز الرابع، أرى وأتابع المحيط، المحيط يا محمد يا بن زومان يا بن محمد المرسان الهاجري، من يقدم لنا المحيط مع المركز الرابع؟ المركز الخامس، هنالك مبلش محمد بن راشد بن سعد الحسن المري، وأيضا المركز السادس، من بدأ يتقدم أنه الفارس، الفارس يا سعيد يا بن محمد يا بن مبارك يا الخيلي يا الخيلي، من سيكون فارس هذا الشوط؟ من سيكون فارس هذا الشوط الصعب 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 الذي يضم هذه النخبة من الأسماء والشعارات؟ المركز الثامن، هنالك لهب يا لهب يا لهب، راشد بن سلطان بن عسكور العليلي، من يتقدم مع لهب؟ المركز التاسع، هنالك انطلاقة أحد الأسماء أيضا الطاير، علي بن مبارك العامري. والمركز العاشر، هنالك انطلاقة عز الطلب بطر بن محمد بن دحروي العامري، ولكن مقدمة الشوط المركز الأول ما زال مع الرقم واحد، الموقع الأول ما زال مع ميهاب، وهذا ميهاب. الله يا ميهاب، رافع راية التحدي، واللي بيتحدى يتقدم مع ميهاب مع صدارة الشوط. ميهاب يا الكتبي، ميهاب والكتبي بن خلفان، ميهاب النواميس، ميهاب هذا الشعار الذي يقدم لنا ميهاب. ولكن يا بن خلفان، هنالك الشعارات بدأت تقترب، هنالك الوصول من الجانب الآخر، من تسلل؟ شاهين سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي، الدرعي الدرعي الدرعي، ولكن من سيكون؟ درع متين وحصن منيع في موقعه وفي موقعه وفي صدارته ومن خلال تقدم مع المركز الأول. الدرعي، الدرعي راح، راح مع المركز الأول. الله الله، إنه شاهين، إنها انطلاقات شاهين، إنها أحدى ماركات هذا الشعار، إنه سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي، الدرعي مع المركز الأول. المركز الثاني لهب، راشد بن سلطان بن عسكور العليلي، العليلي العليلي، الله يا العليلي، والناموس يشفي الفعلة، والناموس يشفي الفعلة يا العليلي. ولكن ايضا هنالك الوصول من بتال او الضاح، احمد بن سهيل بن مسعود العامري، وايضا من تقدم؟ الفارس سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي، الخيلي، وصلتك الشعارات يا الدرعي، وايضا الوصول من الطاير، الطاير علي بن مبارك العامري. ولكن موقع الاعلام، في موقع رفت فيه الأعلام، انطلقت وحسم فيها الناموس. الله الله،
انه شاهين يا الدرعي، شاهين راح بالانتصار، شاهين راح بالابداع. سلامي عليك يا الدرعي، سلامي عليك يا راعي شاهين. سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي الأربعمائة متر الأخيرة، وأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة ترفرف وترحب بهذا القدوم وترحب بهذا الإبداع. سلامي عليك يا راعي شاهين سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي، واسعد الله مساءك بكل خير. أبدعت وأمتعت فنلت، أبدعت في الأداء فأمتعت العيون والإنظار، فنلت الناموس، والناموس هو المراد هو المطلب. سلامي عليك يا الدرعي. سلام. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني الفارس سعيد بن محمد بن مبارك الخيري. المركز الثالث وصل فيه رعد عبد الله بن خالد المهيري. المركز الرابع وصل المركز مع المركز الرابع الطاير لعلي بن مبارك العامري. المركز الخامس وصل فيه هداد لمانع بالخليفة بن رشيد السويدي. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا كان الإبداع، هكذا كان التألق، هكذا كان الحضور الكبير، هكذا كان الحضور، وهكذا كان الإمتاع مع شعارك يا الدرعي. من خدم لنا شاهين، واسعد الله صباحك، أسعد الله مساءك بكل خير. بالفعل سعيد بن حمد وسعد الدرعي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 39 وفاء وتماما وكمالا. سلامي عليك يا راعي شاهين، سلام على هذا الإبداع والتألق. وصل معنا في المركز الثاني وصل الفارس سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي. 12 دقيقة 42 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثالث وصل فيه رعد عبد الله بن خالد بن حميد المهيري. 12 دقيقة 44 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، والتواصل مستمر من خلال انطلاقات هذا المساء وانطلاقة شوطنا الثالث عشر وشوطنا الثالث عشر الخاص بتحديات أيضا متميزة باندفاعة الثمانية كيلومترات وانطلاقات المسافات الطويلة هنا على أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث تنطلق الأسماء، تنطلق الشعارات أيضا المزينة لأرضية هذا الميدان. على البركة مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا الثالث عشر، الشوط الثالث عشر الخاص بالثنايا الأبكار المحليات الأصايل الثمانية كيلومترات، هي أيضا المنطلقة من خلال هذه الأسماء مباشرة مع البداية، مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. وتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط قمة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري شعار، أيضا قدم لنا أيضا اسم متميز من خلال انطلاقة في هذا المساء. الشعار اللي حصل على الرمز هنا يتقدم من خلال قمة على المركز الأول.